السلام عليكم، اخباركم؟ منورين معايا، بس بكم في كل وقت وفي كل اوان. الحقيقه ان الزمالك عايش، ما زال يعيش مأساة، مأساة عدم القدره على الفوز المتتالي. النهارده الزمالك بيتعادل قصاد فاركو، ومأساة تؤكد ان الزمالك في ازمه كبيره، أزمة إنه مش قادر يفوز ماتشين ورا بعض. بالمناسبة الزمالك فاز مع جوميز مرتين ورا بعض في الدوري، الاتحاد وبعدين الأهلي وبعدين الاتحاد وبعدين السيراميكا. الحقيقة إن زاك ما فازش مرتين ورا بعض إلا كان في الاتحاد السكندري مرافقا لهذا الأمر، لكن غير كده فوز في تعادل في هزيمة، فوز في تعادل في هزيمة. يعني لولا إن ماتشات الاتحاد جت قبل ماتش الأهلي او ماتش صغير، ما كانش زي فاز الماتش اللي بعده. يبقى احنا دلوقتي في مشكله عويصه، لازم اداره الزمالك تقف وتسال نفسها هي عايزه ايه. انا زهقت بصراحه، واعتقد ان انتوا كمان، رغم ان لا اهميه لكل الدوري، لكن دي اهانه للزمالك. يا جماعه احنا عاملين اسوأ نتائج في تاريخ نادي الزمالك الموسم ده، ولسه 11 ماتش، ولسه 11 مباراة كاملة. محدش عارف مع جوميز اللي هو مثبت التشكيل، وانه هو وهو ماشي كلام حلو يا اخي، وينزل لعيبة صغيرة في اخر 10 دقايق يعملوا لك ايه؟ مش عارف تستخدمهم بدري، مش عاوز تحركهم، انا ما اعرفش افكاره ايه، لكن في الاخر هدي له جزء من عذر ان هو الراجل ده ما عندوش يعني كامل العدد على الدكه. تمام. طيب انت بتخرج نصر ماهر، بتخرج عبد الله السعيد، ليه؟ ايه احساسك لما عبد الله السعيد خرج؟ شفت الزمالك حصل معاه ايه وحاله كان عامل ازاي؟ ولا احنا مش فارق معانا ان احنا نعمل؟ اولا لو انا اداره الزمالك وكده كده الموسم ده طين مبلول، يبقى العب بيه شباب بقى كتر، لكن انا سايب الراجل يلعب بالفريق الاساسي. يعني انت عاوز تعمل نتائج، طب هو حضرتك شايف النتائج؟ يعني هتعمل انا عشان فوزنا ماتش بقى على سيراميكا 4-2، 4-2، فانت وفي اخر دقيقتين وكنت متعادل، فانت بقى هنقعد نعد وناخد في الكلام ونقول لا نلعب بفريق كامل، والراجل ده انت شغلته انه يلعب بالمجموعه دي وما يغيرش الا في الاواخر؟ الاداره فين؟ انا الموضوع بدا يزهقني بصراحه، انا اسف يعني، لكن اللي بيحصل ده معناه ان مفيش ناس قاعده بتكلم نفسها عشان نادي الزمالك. يجوز بيكلموا نفسهم عشان عند الزمالك مشاكل كبيره وضخمه ماليه، وبيدوروا على انهم يحلوا مشكله الترخيص والقيد ومش عارف مين ومين، لكن انت ناسي اهم حاجه اللي هتعيشك اساسا في النادي، فريق الكوره اللي هيتقال عليك احسن واحد في العالم زي كمال درويش. ده يعني العصر، هو بس كنا في كل الالعاب مش في افضل حال، لكن الكوره كانت حلوه، فالناس بتقول ان افضل حال كمال درويش هو افضل مجلس. يبقى احنا بالعقل نروح نعرف ان الكوره دي هي اساس نجاحك واساس البروباجندا بتاعتك، لكن انت كمجلس اداره بتدور على حلول لنادي الزمالك عشان تظبط الكوره. طب يا سيدي ما انت في ايدك تقول للجمهور انا شغال اهو، بتصالح الجمهور وتلغى الجمهور اول ما يحصل النهارده، لكن طب كنا ليه لعبنا؟ او كنا ليه ما لعبناش ماتش الاهلي؟ يعني لعبنا ماتش سيراميكا وفاركو ليه اذا ما كناش هنفوز؟ طب كنا لعبنا ماتش الاهلي؟ كلها اسئله منطقيه وواجب التواجد فيها والافكار بتاعتها. وانا بقول الكلام ده في عز ازمه نادي الزمالك اهو، عشان ما حدش يقول، انا بقول لمجلس اداره الزمالك انا داعم ليكم وانتم عارفين، لكن برضو محتاجين امارات، اماره حاجه تقول ارمي بياضك في موضوع الكوره، يعني خد قرار بالشباب، فيلعب كله شاب وتريح، ما تقعدش بقى العب بعبد الله وعناصر ومش عارف واوباما، والعب بكله كبار وتعادل. ازاي يعني؟ ايه الفكر؟ ايه الحلو في ده؟ هتقول لي الماتش، يقول لك الماتش بقى تاخده وتوديه ما بقاش فارق. والله ما بقى فارق، وإدارة الزمالك بتخسر جمهورها بشكل كبير بالمناسبة، يعني عشان تبقى عارفة ومتابعة، لو هي عارفة ومتابعة أو مهتمية إنها تعرف وتتابع. الحقيقة بقى إن أنا عندي
مشكلة صغيرة كده عاوز اتكلم فيها، وهو اللي قاله امبارح اخونا محمد طارق عضو مجلس نادي الزمالك، وتصريحاته اللي اتكلم فيها مع ابراهيم فايق. ماشي مش مانع. طيب انا عندي تصور انه الزملكاويه مجلس ضرب كام كتير هو يعني، بس ماشي. والحقيقه ان محمد طارق حسب ذاكرتي ما تكلمش مره او مرتين، ودي يمكن المره الثانيه منذ ان جاء عضو مجلس الاداره. لكن الحقيقه انه كان يجب الا يتكلم، لانه كمان لا يملك ملكه الكلام ولا الصياغات اللي تعبر عن قيمه نادي الزمالك ولا تعبر عن قيمته هو كعضو مجلس اداره نادي الزمالك. بل انا وجهه نظري ان التصريحات اللي قالها اللي هي طريقتها طريقه مش رزينه، تمام، وطريقتها طريقه يعني انه احنا قاعدين مبسطين الحوار قوي، حتى اما ابراهيم فايق بيحاول ينقذه وهو مصمم برضه يدخل في الايه؟ في الازمه. لكن الحقيقه انه اللي انا فهمته ان كابتن حسين لبيب مش عاجبه ايه كتر الكلام بتاع الايه؟ الاعضاء. طيب ماشي، طب حضرتك مش عاجبك كابتن حسين، ما تاخد موقف. خد قرار، رئيس نادي الزمالك. خد قرار، خد موقف. لا، ما حدش يطلع يتكلم. لكن ظهور محمد طارق وكلامه اللي هو من نوعيه انه احنا ويعني بيراميدز ينافس، انا موافق. انا اقول الكلام ده. عقمج بيسموه ايه؟ جمهور نادي الزمالك يقول الكلام ده، لكن عقمج نادي الزمالك ما يقولش كده، يقول ان احنا كان لازم ننافس، ان احنا الاولى بالمنافسه. صحيح المنافسه مشروعه لكل الناس، لكن الزمالك كان اولى ومش عارف ايه وبتاع، والنادي الاهلي جامد فعلا. يعني ايه نادي؟ تعترف له يعني. طب انت شغال ايه في نادي الزمالك؟ طب ما تستقيل. لو انت تعترف بجمدان النادي الاهلي، وزي ما حسام حافظ بيقول انه جامد. ايه الكلام ده؟ ايه اللي حضرتك بتقوله ده؟ عشان احترام يعني. ايه معنى الكلام ده؟ ده كلام ما ينفعش ولا يصح. وده يقول لي او خليني اطرح اسئله. حقيقه يعني. الاسئله بتاعتنا اللي احنا هنتكلم فيها النهارده بصراحه هو مجلس اداره الزمالك في ماذا نجح؟ ايه اللي نجح فيه؟ نجح في ملف واحد واتضرب تاني بعديه على طول، اللي هو ملف فك القيد اللي في يناير، قدر عليه وجاب صفقات، قومت الفريق شويه وقدرنا نعدي بيه بالكونفدراليه. لكن دن على الارض بالناس دي بالجداد يعني، مش بحاجه تانيه. تمام؟ راح جاب مدير فني بدل ما اعطيه جمال، ماشي، وخد بطوله افريقيا، ماشي. بس ايه الملف اللي نجح فيه بقى مجلس اداره الزمالك؟ هقول لكم سر، هقول لكم الوحيد اللي بيشتغل، انتوا طبعا اكيد سامعين انه سين ماسك ملف ايه، مش عارف مين ملف ايه، مين ملف ايه، ما بيعملوش حاجه خالص. صفر. الوحيد اللي بيشتغل فعلا هو الكابتن حسين لبيب. اللي بيكلم ده وبيكلم ده، وترم بيشوف هو الملفات كلها بنفسه، وده غلط وارهاق. كابتن حسين عنده 68 سنه، ارهاق على صحته وارهاق عليه وضغط عصبي عليه، ومفيش مساعدين ليه، ونادي الزمالك اساسا ما فيهوش جزء اداري يقوم بالدور، ولا عندنا مدير تعاقدات ولا مدير تسويق ولا 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 ولا، كل واحد اصله احمد خالد حسنين عنده شركه تسويق. طب فين النتيجه؟ طب هاني شكري حد رائع في جميل، دي حقيقه. طب ماشي، فين بقى النتيجه؟ مفيش. جبنا رعاه مره واتنين، طب ماشي، فين الدنيا رايحه فين كده؟ فين الموضوع؟ فنيجي نخرج في مشهد زي بتاع محمد طارق انه يطلع يتكلم. انا ما اعرفش موافق، ما اعرف ان كابتن حسين زعلان، مع انه ما استقالش كابتن حسين كمان. مش هقول لك بيسال مدير العلاقات العامه ولا بيسال مدير الاعلام ولا بيسال اي حد، لا، ده هو خرج من نفسه. دي فوضى. الفوضى بتاعت الزمالك دي هتودينا في مزنق، المزنق ده يمكن يتحل عند الناس شويه ونفسيتهم تنفتح شويه لو الكلام اللي انا قلته امبارح طلع صحيح والزمالك قدر يدفع فلوس خيبه. طيب يبقى حلينا ازمه، خصوصا ان في كلام طالع ان الزمالك هيلعب في الدوري الافريقي. الدوري الافريقي بالتهالك ده دي مشكله كبيره جدا، محتاج بقى مهاجم ومحتاج باك شمال ومحتاج جناح شمال ويعني محتاج صفقات جديده. انا بقول للزمالك اعتذر عن الدوري الافريقي لو انت هتنك بالمجموعه دي، معشان احترامي دي احنا عندنا احمد فتوح اما بيقول اي ويقع بيقع بالاربع خمس اشهر. هنعمل ايه؟ طب ما عندناش غيره. ما عندناش، ما هتوقف، مش هتفك القيد وتروح الدوري الافريقي؟ لا، اعتذر عن الدوري الافريقي ارجوك. يعني معشان احترامي، اصل هو هتجيب فلوس، يجيب فلوس ايه؟ احنا مش هنكمل ضوء كمل ماتشين. يعني مش هنلحق. فلوس ايه اللي هناخدها؟
بالمنطق ده والموضوع ده. ربنا يكون في العون، ربنا يكون في العون، اشوفكم على خير في الجاي.